قبل ما نروح دلوقتي لتقرير مع الجماهير نعرف لهم الأهل نعرف منهم الأهل بيمثلهم إيه، خليني أقول لكم إن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال إن رمضان صبحي قد يغيب عن لقاء MB. ولسه هنعرف كمان تفاصيل الخبر انه سبب الغياب ان احنا نتاكد من قانونيه مشاركه اللاعب من عدمها، هنعرف تفاصيل اكتر بس نروح دلوقتي لتقرير مع جماهير الاهلي نعرف الاهلي بيمثل لهم ايه ونرجع مره ثانيه. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه، يعني انا بشعر بالحب لما بروح احضر الماتش بنفسي بالاستاد، بحس ان انا حاجه بامانه من جوايا، ابقى فرحان من جوايا بجد، يعني حاجه بحبها. والنادي الاهلي نادي يعني نادي عظيم ونادي كبير بالنسبه لي. النادي الاهلي بيمثل لنا كل حاجه حلوه في حياتنا، وهو السعاده وهو مصدر فخر لينا في الوطن العربي وفي مصر وفي كل البلاد اللي احنا بنروحها. والله هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو العشق من الطفوله. انا بشجع النادي الاهلي لان دي حاجه ما تتوصفش، دي حاجه في القلب. حياتي وطبيعتي والنادي اللي احنا اتربينا على نشأته وشفناه وكبرنا معاه وبانجازاته وبطولاته وكل حاجه. هو النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي تقريبا بتفرحنا في ظل الايام اللي احنا فيها دي. وطبعا عودته لينا بالماتشات الوديه حاجه عظيمه يعني. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه كتير، الفرحه النادي يعني احنا بنفتخر بيه، طبعا بيمثل لنا ان احنا في اي وقت من الاوقات بنبقى عارفين ان احنا مع النادي الاهلي دايما في تقدم وسعاده وفرح، فطبعا بيمثل لنا حاجات كتير جدا جدا يعني. كل شيء يعني هو كل عشقه الواحد من اول ما طلع والحياه وهو بيعشقه وبيحبه وبيشجعه. النادي الاهلي بيمثل لنا الفرحه كلنا للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي كله، لان هو نادي بطولات ونادي عظيم ونادي القرن. الاهلي طول عمره اهلي، والاهلي فوق الجميع، والاهلي حديد من ساعه ما طلعنا من 74 واحنا نشجع الاهلي.